2014 توفى ورحل طبعا الشهير فوديان بوشكوف المدرب الأسطوري لفريق سامبادوريا والحقبة الذهبية للأمام. 1-0 سامبادوريا يسجل عن طريق ليريس يسجل مهدي ليريس. 1-0 لسامبادوريا في الدقيقة 17 في وقت الحديث عن أمجاد سامبادوريا. ليريس يتحرك داخل منطقة الجزاء ويسجل هدف أول بعد عرضية ممتازة جدا يسجل من خلالها ليريس. الكرة والانطلاقة كانت عن طريق فاليريو فيري. حلوة الكرة والتحرك من جانب ليريس يسجل بالتالي هدف المباراة الأول لمصلحة سامبادوريا. ممتازة من فاليريو فيري والإنهاء مثالي بالتأكيد من جانب مهدي ليريس. دقيقة 17 يسجل سامبادوريا هدف المباراة الأول وفرحة هذه الأنصار فرحة جمهور فريق سامبادوريا. الحكم يصادق على هذا الهدف ويصادق وصلت هذه الكرة. شوف الخطأ الآن. رافائيل واحد على واحد. رافائيل سدد كرة ما زالت خطيرة. المحاولة قائمة تصويب وهدف التعادل. هدف التعادل زيد تيرول في الثواني الأخيرة يعاقب سامبادوريا. كازيراغي اللاعب الأخطر من جانب زيد تيرول هو من يعيد زيد تيرول للمباراة بهدف التعادل. خطأ واضح كان من جانب المدافع دي باولي. استغل هذا الخطأ رافائيل. تقدم رافائيل تصدى دفاع في المرة الأولى وكازيراغي في نفس المكان في نفس الزاوية القريبة من جانب الحارس رافاليا. كازيراغي بالقوة سيضيعها مازييلو الآن ركلة ترجيحية. مازييلو استخدمت القوة يا مازييلو واحد من نجوم المباراة يضيع ركلة ترجيحية الآن لو سجل سامدوريا إلى الدور الثاني. لو سجل سامدوريا الآن سيتأهل إلى الدور الثاني في مواجهة ساليرنيتانا. يذهب إلى مرمى بولوتسي. من سيتقدم الآن لركلة ترجيحية حاسمة؟ مورو القائد. مورو بعد خروج نعم أصبح القائد في الأشواط الإضافية. أصبح القائد ركلة ترجيحية. مورو وبولوتسي ايضا اللاعب اللي يلعب القدم اليسرى عرضه لان ان ان يضيع ركله ترجيح. لكن مورو الان قلب الدفاع. المدافع مورو وحارس المرمى بولوتسي. مورو فعلها سامدوريا يتاهل الى الدور الثاني من مسابقه كاس ايطاليا. سامدوريا بركلات الترجيح 6-7 او 7-6 يتفوق على فريق زيتيرول.